مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من اعلى نقطه مطله على سد يوسف بن تشفين، اكبر سد مزود لمنطقه تيزنيت وايضا لاقليم شتوكايت بها بالماء الصالح للشرب وايضا المياه السقويه بطبيعه الحال. فكما كتشوفوا يعني هذا السد رغم التساقطات المطريه الاخيره اللي عرفتها جهه سوس ماسا ومن بينها ايضا اقليم تيزنيت، فلا زال هذا السد غير ممتلئ ونسبه الملء لم تبلغ بعد 100% كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر ومن خلال هذه المشاهد الحصريه هنا من اعلى سد يوسف بن تشفين. فهناك انخفاض كبير في مستوى حقينه هذا السد كما تشاهدون معنا، فقبل سنوات كان السد ربما ممتلئ عن آخره وبلغت نسبة الملء أزيد من 90% إن لم نقل 100%، لكن في السنوات الأخيرة نظرا لغياب التساقطات المطرية ونظرا أيضا لشح المياه وندرة أمطار الغيث، فالسد يعرف تراجع مهول في حقينته، وبالتالي فكان قاب قوسين أو أدنى من أن تكون المنطقة على شبح الجفاف لولا يعني الألطاف الإلهية ولولا بعض التساقطات المطرية التي تهطلت على المنطقة وعلى جهة سوس ماسا في الآونة الأخيرة، الشيء الذي أنعش حقينة هذا السد وأنعش معها آمال الفلاحين الذين كانوا يعتمدون على هذا السد كمزود رئيسي من أجل سقي الضيعات الفلاحية ومن أجل أيضا سقي مزروعاتهم سواء المزروعات التي تعتمد عليها سواء منطقة شتوكايت بها وأيضا إقليم تيزنيت. فاللهم ارحمنا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أن ترحمنا برحماتك الإلهية حتى تعم الرحمة الإلهية كل يعني البشرية وكل يعني المنطقة، لأن يعني الماء فهو ضرورة أساسية من أجل الحياة، الماء شيء مهم. فكما كتشوفوا إخواني الكرام فهذا المنظر فهو منظر مؤسف جدا، باش نشوفوا يعني هناك فراغات كبيرة على مستوى يعني السد، يعني هذه المنطقة اللي ربما كتبان لكم يعني بالأتربة كانت لا تظهر بتاتا حينما تكون نسبة الملء كبيرة جدا، لكن مع تراجع يعني التساقطات المطرية وغياب الأمطار بدأت يعني تظهر يعني هذه الفراغات، حتى أيضا يعني تلك ربما شبه الجزيرة التي تظهر وسط السد كانت هي الأخرى تكون يعني غير ظاهرة وتكون مغطاة بالكامل بالماء، لكن التراجع ديال حقنة السد جعل يعني هذا يعني المنطقة يعني تظهر، وبالتالي فيتأكد بالملموس بأن هناك تراجع في حقنة السد، هناك تراجع كبير جدا كما كتشوفوا. فكنتمناو يعني من الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا يعني بأمطار. هناك تساقطات مطرية يعني تهطلت على المنطقة وعلى جهة سوس ماسا مجموعة من المناطق يوم أمس وأول أمس، لكنها كتبقى تساقطات ضعيفة جدا وتساقطات يعني منخفضة ولم تفي بالغرض اللي غادي يجعل يعني الوديان أنها تسيل ويجعل مجموعة من الأنهار أنها اللي كتصب يعني وكتجيب يعني الماء لهذا السد حتى يمتلئ. فهذا الشيء اللي خلى يعني هذا السد أنه يبقى يعني في تراجع، يبقى يعني منخفض يعني في نسبة الملء وفي حقنا ديالو. فأنتم ربما هذا المشهد يعني مشهد يوضح جليا حجم يعني التراجع اللي كاين في هذا السد وحجم أيضا يعني المياه التي لا زالت بهذا السد. فسد يوسف بن تشفين له أهميته القصوى، له أيضا موقعه الاستراتيجي وأيضا موقعه الحساس كمزود للماء الصالح للشرب لعدد من المناطق ولعدد من يعني الدواوير وأيضا للمناطق المشكلة لإقليم تيزنيت وأيضا إقليم شتوكايت بها. فكما كتشوفوا يعني كنتمنى من الله تعالى أنه يرحمنا إن شاء الله، لما لا نشوف تساقطات مطرية في القادم من الأيام اللي غادي تخلي مجموعة من السدود يعني أنها تمتلئ عن آخرها وتكون نسبة الملء مهمة جدا. فكسد يعني هذا السد اللي أمامنا اللي هو سد يوسف بن تشفين وأيضا سد
عبد المؤمن يعني المتواجد بمنطقه مسكروت، اللي يعد هو الاخر كمزود لاكادير الكبير من ماء الصالح للشرب. يعني عدد كبير من السدود هي الاخرى كتعرفوا واحد التراجع في الحقنه ديالها، وطبيعه الحال يعني ملاك كتقول يعني احنا ما مستفدينش سواء عمر او سواء خاويه اختي الكريمه. فيعني هذه السدود هي اللي كتعطيك يعني ما تشربي، هي اللي كتزودك يعني بالماء الصالح للشرب. فاذا ما كانتش هذه السدود فربما ستموتين عطشا. ف يعني كنشوف يعني بعض التعليقات مع الاسف الشديد، يعني الانسان قبل ما يعلق يعني وزن كلامه، فمن العيب والعار اننا نقراو مثل هذه التعليق. فالله سبحانه وتعالى كرم البشر يعني وكرم بني ادم بان منحهم يعني نعمه، ونعمه الهيه اللي هي الماء الصالح للشرب، وجعلنا من الماء كل شيء حي بطبيعه الحال. فلولا الماء لما استمرت البشريه، لولا الماء لما استمرت يعني الحياه في هذه الكره الارضيه. فيعني فتنة يعني الملك والمغفور له الحسن الثاني جعلته يقوم يعني بواحد السياسة اللي هي ترشيد المياه من خلال تشييد مجموعة من السدود، وهي اليوم يعني كتعطي الأكل ديالها. فلولا هذا السدود ولولا فتنة يعني هذا الملك الداهية رحمة الله عليه، فلما شهدنا يعني يعني مثل يعني هذا السدود اللي عفوا اللي كتعطي يعني واحد نسبه كبيره ديال المياه الصالحه للشرب. يعني العدد ديال المناطق اللي اليوم تعاني من العطش وتعاني من الجفاف، هناك مجموعه من المناطق يعني اللي اليوم يعني فيها ازمه ديال المياه، خاصه المناطق يعني اللي كتعتمد يعني على الابار وكتعتمد على المياه الجوفيه نظرا لتراجع الفرشه المائيه في مجموعه من المناطق. وكنتمنى من الله تعالى انه يرحمنا وبطبيعه الحال يعني بالرحمه الالهيه، ونشوف يعني امطار الخير اللي تجي يعني بالنفع وتجي على قد النفع كما كنقولوا. فانتم اخواني الكرام هذه هي المشاهد عفوا هذه هي المشاهد الخاصه من اعلى سد يوسف بن تشفين، احد السدود المعروفه بالمغرب واحد اكبر السدود بالجنوب المغربي.